Fabien, presse. Je vous la montre. Vous courez après eux, là. Fabien, tu cours pas. Il y a personne, là, justement. Mais oui, mais ils sont devant, eux. احنا اليوم شاركنا في البطولة اللي اقامتها اللجنة المنظمة لغايات التواصل بين الجاليات الموجودة في الأردن بمناسبة إقامة كما نعلم جميعا بطولة أوروبا لهذه السنة. وكان هناك تمثيل من 8 فرق مثلت معظم الفرق التي شاركت في بطولة أوروبا لهذه السنة. والهدف طبعا تواصل رياضي اجتماعي، شايفين عائلات موجودة. احنا مشاركتنا في هذه البطولة هي عبارة عن مشاركة ودية، هي مباراة بين السفارات الأوروبية موجودة في الأردن والمقام حاليا في النادي الأرثوذكسي. عبارة البطولة هدفها يعني هدف رياضي بحت، ما في من وراء تبادل خبرات بيننا وبينها السفارات الموجودة. طبعا شكر جزيل دائما للسفارة المنظمة، هي السفارة الأوكرانية والبولندية اللي نظمت هذه البطولة. واليوم أجواء حماسية، وأساس نستغل فرصة إجراء الكأس الأوروبي في أوكرانيا من شان نجري المباراة هون في الأردن، بلد ليس الأوروبي ولكن هون البلدان ممثلة الاتحاد الأوروبي والأوروبا بشكل عام. ونحن فريق أوكراني طبعا نتمنى الفوز لأنفسنا، ولكن الفوز لمن يستحق هذا الفوز. الهدف من المشاركة أنه إحنا أول شيء بمناسبة البطولة الأوروبية، شايف، فإحنا بدنا ننشر البطولة في البلاد العربية من خلال السفارات.